اكتر حاجه بحب او نفسي السعيد اخد بالها منها حبيبي اللي اهتم بالمواهب بجد، يعني مش البندات بس. لو هنتكلم على الصحه مش البندات بس اللي هي تقدم هنا، يعني في شباب كتير جدا بتغني وسط حلو جدا، هي لازم تساعدهم على ده بقى، تساعدهم جدا في الحفلات. انا بتكلم مش شرط ان انا يبقى عندي بند معين عشان اغني، عشان اطلع قدام الناس واقدم نفسي. بقالي 4 سنين ودي السنه الخامسه، ببقى شايفاها في تطور رهيب، شايفه المكان دايما بيتحسن وبيكون افضل. لكن يعني انا لاحظت ان الفتره الاخيره عدد الكورسات والنشاطات بتقل، والاهتمام بيكون اكتر رايح للحفلات. انا بحب الحفلات جدا، لكن حابه تكون انشطه كلها موجوده. اكيد حابب ليا تكون ليا فرع في السويس، عشان هي بتقدم برضو نموذج للشباب والثقافه. اولا حابب فكره ان انا اعمل حفله هنا في الساقيه، لان بيبقى انتشار كويس لاي فنان جديد صاعد. في نفس الوقت بتبقى فكره جديده ان انت تعرض الفن بتاعك بشكل هادف، وتستقطب اكبر فئه من الناس بشكل محترم. طبعا انا مبسوط جدا ان انا ابقى واحد من ضمن البندات الكبيره اللي بتعرض هنا في الساقيه، ويبقى ليا الشرف ان انا اعرض في الايام الجايه ان شاء الله. وبقول للساقيه طبعا في عيد ميلادها كل سنه وانتم طيبين. احب اقول لسعية الصاوي في عيد ميلادها ان هي فعلا مكان بيخلق افكار جديده، بيحرر الافكار، بيساعدنا ان احنا نحرر الافكار اللي مسجونه جوه عقولنا بقالها سنين، بيساهم بنسبه كبيره قوي في زياده الوعي، وكمان في تنوع النشاطات. هم هنا هايلين جدا كل سنه، وهي طيبه واعياد سعيده دايما ان شاء الله عليها وعلينا. وانا بحب السعية دي حبا في مؤسسها الاول معالي الوزير عبد المنعم الساوي، وحبيتها اكثر لما تعرفت بابنه الغالي باشمهندس محمد عبد المنعم الساوي. يعني الناس دي على ثقافه عاليه وعلى خلق وعلم وادب واحترام للناس الكبير والصغير، وبيقدموا خدمات جليله لا تعد ولا توصف بالنسبة لرواد الساقية ومحبين الساقية واللي بيجوا في الساقية.